قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين في آية واحدة. أربع حاجات تتحقق بمقاتلة الأعداء. رووا السيوف من الدماء تروا من الماء. الإمام علي: الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. إذا مات الإنسان قاهرا لعدوه، سواء بتصفية أو بإعدام قانوني بحسب قوانين وعرف الدولة الخليفية أو في الإعدامات الميدانية، الإنسان يمكنه أن يحطم ذلك الجبروت بموته، بينما بالخنوع يبقى منهزما وميتا وحتى لو كان حيا واقعا. لذلك نقرأ كثيرا في دعاء الندبة: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إذا اعتقدنا أن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، فكل من يقتل ظلما هو قتيل من شهداء كربلاء. أحد الأصحاب بعد الانتصار في معركة الجمل قال للإمام علي عليه السلام: لوددت لو أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرنا الله به على عدوك وعدونا. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. قال: إذن شهدنا، ولقد شهدنا في معسكرنا هذا رجال في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. إذن المعارك معركة الجمل ومعركة صفين، بل وبدر وأحد، هي ليست معارك زمانية انتهت وانتهى أمرها، لا، هي معارك قائمة ولا زالت قائمة. واليوم إذا تواجه هؤلاء الظلمة أنت إنما تواجه يزيد عصرك وأبا جهل عصرك وفرعون عصرك، لأنه خط ممتد، خط الفراعنة ممتد كما أن خط موسى ممتد، خط علي ممتد كما أن خط معاوية ممتد، خط يزيد ممتد كما أن خط الإمام الحسين ممتد، لا ينتهي عند حد. أنتم اليوم تواجهون الطغمة الفاسدة التي تنتمي إلى يزيد وأتباع يزيد، ولهذا اللعنة لا تختص بالقاتل، والقاتل لا يختص بمن يحز النحر أو يطلق رصاصة، لا. وإن كان في المسائل الفقهية لربما القصاص يكون مختص بمن باشر، ولكن في عرف الله وفي المحاسبات الإلهية لا. لعن الله أمة قتلتك ورضيت بذلك وسمعت بذلك فرضيت به. القاتل ومن سمع بعد آلاف السنين بهذه الجريمة ورضي بذلك هو قاتل.
ولا أعتقد أن آل خليفة اليوم الذين يدافعون عن يزيد وأتباع يزيد ويمنعون حتى لعن يزيد إلا أنهم ينتمون إلى ذلك الخط. الأحزاب الحقيقية هي التي ترفع راية المقاومة ضد هؤلاء الطغاة، لا راية الاستسلام. إذن نحن أمام مفارقة واضحة مع الأنظمة القائمة، لا يمكن أن نتنازل عن حقنا، ولا يمكن أن يأتي أحد ويبيع دماء الشهداء لأجل مصالح موقوتة ومحدودة. أتعجب من البعض الذين يقولون أننا نتفق أن ذات حمد لا تمس. بأي قانون هذا؟ تحت أي قانون وتحت أي بند من شرائع السماوية أو القوانين الأرضية هناك ذات لا تمس؟ نحن في هذه البلدة في الجمهورية الإسلامية لا توجد ذات لا تمس، بما في ذلك ولي الفقيه. الولي الفقيه يمكن أن يحاسب ويعزل إذا لم يقم بأداء مهامه بالشكل المطلوب، وإذا فقد شرط من شروط القيادة يعزل الولي الفقيه ويؤتى بغيره. لا توجد ذات لا تمس. بأي معنى يمكن أن نطلق على حمد الخليفي السفاح الذي أمر وصادق على قتل هؤلاء بأن ذاته لا تمس؟ وكيف يمكن أن نتقبل ذلك؟ وكيف يمكن أن نتصالح مع نظام هتك الأعراض وسفك الدماء وقتل الأبرياء وزج بآلاف الشباب في السجون، بما في ذلك الرموز السياسية والقيادات السياسية الموجودة القابعة اليوم والتي ينتهك في كل يوم حقوقها المختلفة في داخل السجون؟ هل هذا نظام يمكن التصالح معه؟ هل يمكن أن يطرح على أفكارنا فقط أن نفكر في يوم من الأيام أن نتصالح مع هذا النظام؟ أنا أظن أن كل من يطرح الصلح مع النظام يعيش في نفسه هزيمة بسبب ما قامت به السلطة من قمع. الويل لنا إن جئنا بعد كل هذه السنين المتطاولة من المقاومة مع والمقارعة مع هذا النظام لنلقي أسلحتنا ومقاومتنا في سبيل أن نعود إلى هذه البلد منهزمين، فقط لندخل البلد أو لتعاد إلينا بعض الحقوق المدنية. لابد أن نحدد مسارنا، مسار المقاومة مع هذا النظام، مسار إسقاط هذا النظام، مسار عدم المصالحة مع هذا النظام حتى النصر. لست مطلوبا أنت اليوم أن تأتي وتفاوض هذا النظام لتوجد حلا. سنوات عقود صبرنا بدون أن نوجد حل، ولكن لا نعطي لهذا النظام شرعية. هذا النظام فاقد للشرعية بمجرد أن تأتي اليوم الأحزاب والمعارضة والشعب ليتفاوض معه أعطاه الشرعية. لا تيأسوا ولا تتعبوا، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وبالنهاية يشفي صدور قوم مؤمنين.
نظام آل خليفة نظام زائل، ولا بد أن تعلموا أنكم أنتم امتداد لذلك الإمام الذي قال سيرعف بكم الزمان. أنتم الذين تنتصرون ضد النظام الخليفي، وأنتم أصحاب الجمل، وأنتم أصحاب صفين، وأنتم أصحاب النهروان. يجب أن لا نستسلم، وهذا الخطاب موجود قرآنيا إخواني. الله سبحانه وتعالى إذا يخاطب اليهود: إن عدتم عدنا، يهود خيبر ويهود اليوم، إن عدتم عدنا، خطاب واحد. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني هم شريحة واحدة اليهود في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، والمؤمنين كذلك والمجاهدين كذلك، وهذا ما يسمى جري في القرآن، يعني ما يصدق على السابقين يصدق علينا نحن، ما يصلح قبل 1000 عام يصلح اليوم لو كررته بذات الأسباب. وكذلك ننجي المؤمنين: وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. فأي واحد يكون في الظلمات وينادي أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يتكرر، بتكرر الأسباب تتكرر النتائج. لا يصدق فقط على موسى أو على عيسى أو على نبي أو على وصي، أي إنسان تتكرر معه الأسباب كذلك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا لا يصدق فقط على ذاك الزمان، لا يصدق فقط على أصحاب طالوت وجالوت وغيرهم، ينطبق علينا نحن اليوم. إذا صبرنا وتوكلنا على الله فإن الله مع المتوكلين. إذن لا نتعب من مقاومة ومقارعة الظالمين. والمسألة المهمة، علينا أن نعي أنفسنا: والي من والوا وأعادي من عادوا، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. يا أخي أنا اليوم إذا أجي وأعاديك، أنا أناقض هذه الكلمة، إذا اليوم أوجه حرابي ضد أحد المسالمين لأهل البيت والموالين لأهل البيت لأهزمه لأغراض شخصية أو حزبية أو فئوية، أنت تناقض هذه المسألة، أنك لست ممن، أنت سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم. أنا أعادي أخي في الله وفي المقاومة، هذه عداءات فئوية حزبية شخصية، علينا أن نوالي من والى الله ووالى أهل البيت، ومن أحبهم نحبهم ونسالمهم ونواليهم لا أن نعاديهم. إذن لا بد أن نعي الكلمات التي نقرأها، كلمات المعصومين، الآيات القرآنية نتلوها في كل يوم، ولكننا قد لا نعيها بالشكل المطلوب. هذه الآية التي بدأت بها حديثي
كانت سبب اعتقالي في بريطانيا، لأنني أنزلتها في يوم من الأيام. فقط هي الآية مجردة: وقاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنت تدعو إلى القتال، فسبب هجمة البريطانيين والمخابرات البريطانية وجود آية واحدة في تغريدة واحدة. هجموا على البيت وصادروا كل ما فيه بسبب آية. يريدون أن يجردونك حتى من التفكير في مقاتلة أعداء الله. هم فقط يحق لهم أن يحتلوا بلدان العالم وأن يقتلوا ويغتالوا قيادات العالم، ولكنك أنت لا تفكر حتى في كيف تقاوم هؤلاء الظلمة، ولا تفكر حتى في أن تمتلك وسائل القوة لمقارعة العدو. يريدون أن يجردونك، وهذه هي الهزيمة الذاتية. عندما يطرح أحدنا مسألة المقاومة، لأن هناك عقول منهزمة كلها تتكالب لكي تحجم من هذا المقاوم وتجعل طريق الاستسلام فقط هو الطريق المسلوك والمتاح. انهزامية، نعيش انهزامية في أنفسنا، نعتقد أننا لازلنا مقاومين، نعتقد أننا معارضة، ولكنها معارضة مخصية. لا يمكن أن تنتج ولا يمكن أن تولد نتاجا. ولهذا يقولون القيادات الإسلامية دائما: إذا علمت أن أمريكا راضية عنك فشك في نشاطك، إذا علمت أن الإسرائيليين والسعوديين والإماراتيين والبريطانيين قبلوا بنشاطك فشكك في نفسك، أنك متجه في اتجاه منحرف. الاتجاه الذي اختاره شهداءنا والذي نختاره اليوم، السير على منهجهم، هو منهج المقاومة ومنهج الإطاحة بكل ظالم. لو افترضنا أن الأمة اجتمعت على المصالحة مع النظام، ما هو موقفي أنا؟ ما هو موقفي أنا الشخصي؟ أنا يعني أنتم كل واحد بشكل خاص. لو اجتمعت الأمة في البحرين على المصالحة مع النظام، هل يستطيعون أن يفرضوا عليك مصالحة النظام؟ لا، لا شرعا ولا قانونا، وهذا خذوها مني، لا شرعا ولا قانونا يستطيع أحد أن يفرض عليك مصالحة نظام ظالم. حتى الأئمة ما فرضوها على أصحابهم، كانت الثورات تنطلق في زمن الأئمة بدون تحريض من الأئمة، ولكنها توقع وتصحح منهم. لا يحتاج أن يطلب مني العالم أو الفقيه مقاومة الظالم. آية قرآنية صريحة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هل أحتاج إلى فتوى من فقيه؟ المشكلة إحنا ضيعنا الأصول والفروع التي ينبغي فيها التقليد. أصول الدين لا تقليد فيها، ضروريات الدين لا تقليد فيها،
يعني أنا لا أحتاج إلى فقيه لكي يأتي ويقول لي الخمر حرام، موجود في القرآن. الميتة، الخنزير، هذه ضروريات الدين، هذه لا أخذها من الفقيه مباشرة، من القرآن دستور. كذلك مقاومة الظالم ومقارعة الظالم، نهج البلاغ مليان، الصحيفة السجادية مليانة، أدعية أهل البيت، القرآن، هذه لا أحتاج فيها فتوى أن يأتي فقيه ويقول لي قاوم أو لا تقاوم، لا بالإيجاب ولا بالسلب، لا بأن يدعوك إلى المقاومة ولا بأن يوقفك عن المقاومة. أنت فقيه نفسك في هذه المسألة لأنها من ضروريات الدين. نعم، القائد يستطيع أن يرشد ويجمع الأنشطة ويوجهها توجيها يكون أكثر تأثيرا من التوجيه الفردي، من العمل الفردي، من العمل الحزبي. عندما تتحرك الأمة كسيل جارف في قناة واحدة، هذا هو عمل القائد. ولكن أن آتي وأفرض على الأمة أو على أفراد هذه الأمة أن لا تقاوم الظالم، أن أتنازل عن دماء من قتلوا، أنا ولي الدم، فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنا ولي الدم، أبي الشهيد، أم الشهيد، أخي الشهيد، أولياء الدم، هم من يتنازل أو لا، هم من يطرح التنازل أو لا. إذن علينا ألا نتراخى بعد طول هذه السنوات، وتكون جدوة وشعلة المقاومة كيوم انطلقنا، المقاومة التي تأتي انفعالية لا فعلية، لا بارك الله فيها. لأن أنت اليوم إذا شفت حشد من الناس متحمسين وتنطلق معهم، عندما يخبون تخبو، ولكن إذا كانت مقاومتك فعلية ديناميكية من داخلك تحركك، بعد 100 عام لو آتي إليك أجدك بنفس الجدوى من الروحية والمقاومة، ولا تتعب. نحن لدينا نوعين من الشهداء، وأختم حديثي، إما شهيد مقتول وإما شهيد حي ينتظر، ومنهم من ينتظر. هو شهيد حقيقته، أنه شهيد ميت مقتول، ولكنه ينتظر هذا المصير، ينتظر لأنه حمل روحه على كفه وحمل روحية المقاومة ولا يهدأ. وأعتقد كثير من شهداء الجمهورية الإسلامية، شمران وغير شمران وكذا، كانوا من هذا الصنف، كانوا يحملون لواء المقاومة ولا يهدؤون، وإذا شعروا أن إيران تشبعت انطلقوا إلى بلدان أخرى. ولا أعتقد أنه في تشبع يصير في أي بلد من البلدان. علينا أن نحمل لواء المقاومة ونكون أقوياء ونتبع نهج الشهداء ونكون شهداء أحياء، ننتظر. وأعتقد أن هذا الشعار رفع في ثورة 11/2011، رفع شعار أنا الشهيد التالي، بمعنى أننا نحن ماضون على هذا النهج.
ولا أظن أن سجناءنا إلا شهداء، وكذلك المنفيين والمهجرين ظلما وعدوانا أنتم شهداء، ولكن شريطة ما اشترطه الله على أهل البيت بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، الدنيا علينا أن نزهد في هذه الدنيا ولا نطمع في حطامها، فإذا زهدنا انتصرنا، والحمد لله رب العالمين. الله محمد.